يا حسامي تعال 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 استمع شو راي راي انطيك وانت تعريف راي انطيك وانت تعرف 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 شو راي اللي يشارك اللي يشارك بندريت وبعد بعد شنو شنو اللي يشارك اللي يشارك بندريت وبعد شو راي ترضى عليك ترضى عليك يا صاحي رضي صلوات سمعت الناس تحكي بقصة العشار هذا مطلوب مني أنا خادمكم احنا قارينا بس طلب منكم هاي الوجوه الطيبة سمعت الناس تحكي بقصة العشاق ويقولون العشق طعمه بعذابه عمي سمعت الناس فدوى أروح لك الله يديم الفرحة على وجوهكم إن شاء الله سمعت الناس تحكي بقصة العشاق ويقولون العشق طعمه بعذابه يقولون اللي حي بيتحمل أشكال اللي يسولف بالعشق يحمل عقابه يقولون العشق لازم وفا وإخلاص يقولون العشق لازم وفا وإخلاص اللي يحب محبوب لازم يحسب سابة وأنا بحبك صرت أختلف عنه وأنا بحبك صرت يا صاحب الزمان وأنا بحبك صرت اختلف عن الناس اللي يسمع حكي لا تصيبه الغرابه يا عشق المهد انا بعشق المجال يا عين المجال كلكم عشاق المهد عشق المهد انا بعشق المجال المجانين مثل عابس بعشق المسقف يا بيث على لا صوت سمعت لو لا نظرت بعين لا صوت سمعت له او لا نظرت بعين وقضيت العمر انطر عشقت بعشق ما حد مثل سوا أنا عشقت بعشق ما حد مثل سواه وياه العشق محبوب بغيابه يا صار سنين وانا تنطر يعود وكل جمعة تمر انطر ايابه وشو طول حبيبي بهذا الغياب بغيبته هواي وانا الامال كلها معلقه بباب العذر لله ولك يا المهد ذا يوم العذر لله ولك يا المهد
المهد ذا يوم القلب من العشق بين 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 عتاب صلوات